ومتابعينا بصباحنا لليوم يا نور، ومن الحالة النفسية رح ننتقل إلى الحالة أو إلى عالم التكنولوجيا. ففي ظل المواكب التقنية وابتكار التجارة الإلكترونية، ظهر مفهوم الدفع الإلكتروني يلي هو بيعتبر حل لتنفيذ عمليات الدفع عن بعد. لكن شو هي آلية هاي العملية وإمكانية تطبيقها، وخاصة بسوريا؟ رح نحكي أكثر بهذا الموضوع ونتعرف كيف بنسهل امور الدفع الالكتروني مع الدكتور عمار دلول، اختصاص اتصالات. اهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحك. بالبدايه خلينا نحكي شو هو الدفع الالكتروني، نعرف الناس عنه اكثر، لانه بالاونه الاخيره صرنا نسمع عنه كثير. فخلينا بالبدايه نعرف عنه اكثر لنعرف اليه العمل فيه كيف. حقيقه هو الدفع الالكتروني هو عمليا عمليه دفع، يعني انه عم نسدد التزامات او رسوم او ثمن خدمه او سلعه او الى اخره، ولكن بطريقه الكترونيه، اي انه انا بحول النقود بطريقه غير نقديه، يعني ما بمسكهم كاش، بحولهم بطريقه او بوسيله دفع، اما بطاقه مصرفيه، اما بتطبيق موبايل، اما بشيء بالرصيد موجود عندي، اما بحساب الكتروني موجود انا فاتحه بشي شركه دفع الكتروني او بشركه موبايل مثل ما عم يصير مؤخرا بسوريا. دائما كنا ندفع فاتوره الموبايل من خلال 100% البطاقه، صحيح 100%، او من خلال حساب مصرفي وبطاقه مصرفيه والى اخره. نعم، خلينا نحكي اكثر. يعني اليوم ممكن في ثغرات، نبلش بهي الثغرات نحكي عنها، انه هي ما تخلينا مؤهلين انه ندفع خلال الدفع الالكتروني، ان كان مشاكل انترنت وان كان مشاكل كهرباء وان كان مشاكل شبكه. ولكن اليوم يمكن صار فينا، يمكن في حلول بديله عم تكون، ولكن قديش مهمه يمكن هي فكره الدفع الالكتروني لازدهار الاقتصاد بالبلد. يعني هي سابقا حكوا عنها كثير انه هيك العمله بتصير احسن. هلا الحقيقه نبلش وحده وحده. موضوع البنى التحتيه، انه نحن مشان نقدر نستعمل عمليات الدفع الالكتروني ومخاطرها وصغراتها. هلا اول شيء نحن اذا عم نحكي عن عمليه البنى التحتيه، فالطرق المتعدده اللي صارت موجوده حاليا واطلقت بسوريا من فتره قريبه بتخلينا نكون ما عندنا هالمشكله الحقيقه، لانه ممكن نحن لما يكون ما عندنا انترنت او ما عندنا اشياء، صار في يمكن شركات الموبايل طرحت فكره انه نصير نقدر نحول من خلال كود، هذا الكود عم نحطه اللي هو نجمه شيء مثلا كذا، اذا كان بالموبايل اوبريتر الاول او الثاني، شركه الموبايل الاولى او الثانيه، من خلال حساب الكتروني بغذيه بشركه الموبايل. فانا قادر احط مصاري بحساب لألي إذا كزبون أو كتاجر، وهذا المصاري أقدر حولها من خلال كود، فبالتالي ما عاد عاني من مشكلة البنى التحتية تبع الإنترنت أو ما الإنترنت. هلا طبعا تتطور القصة بكرة لاحقا مع صحيح. الوقت، لأنه دائما أي شيء بيمشي بشيء اسمه يوزر ترند، يعني بيصير بيتطور مع طريقة استعمال اليوزرز أو استعمال المستهلك له. فبكرة بتنشأ أفكار كثيرة لحتى تنشأ على هالطريقة هي طرق للدفع. هلا أكيد إذا في وسائل اتصال مثل لو فرضنا أجهزة بي أو إس مثلا مع بطاقة، كمان البنى التحتية من خلال يمكن شركات الموبايل أو شركات الأرضي، شركة الأرضي شركة سوري اتصالات ممكن يأمن لها بنى تحتية. هلا الثغرات، مشان نمشي بالنقط واحدة واحدة، الثغرات هي حقيقة تقع بأمور الفنية أكثر، لأنه لما عم نحكي عن دفع إلكتروني صرنا عم نحكي مع عن حساب رقمي، صرنا عم نحكي عن منظومات آي تي، وصرنا عم نحكي عن برامج، صرنا عم نحكي عن أنظمة إدارة وإجرائيات لنسيطر على عملية الإدارة تبع المنظومة، صرنا عم نحكي عن ضوابط وقوانين لازم تكون موجودة، وأغلبها صارت موجودة حقيقة أو يمكن كلها. وبالتالي هون صرنا عم نحكي عن أمن معلومات، فصار بدنا خبرات. فهون معناتها نحن دفع الإلكتروني لازم يوازي نوع من أنواع التأهيل لبعض الخبرات توازي هاي المنظومات لنقدر نكبر بهاي المنظومة. تمام؟ نقدر نواكب هي الطريقة. يمكن مثل ما حكينا بعض الثغرات، بس في له مزايا فعليا الدفع الإلكتروني. خلينا نحكي عن هي المزايا وقديش هي المزايا ممكن تنعكس بشكل إيجابي إذا نفذناه على القطاع العام. طبعا. لأنه القطاع العام نحن بنعرف في طبقة وفئة كبيرة من الموظفين بتساعد على تدوير العملة والاقتصاد الوطني نوعا ما. صح، حقيقة إذا بدنا نحكي بهالطريقة، فالفكرة اليوم الدفع الإلكتروني
أول شيء هو سهل عملية الدفع كتسهيل على مستوى آلية الدفع. يعني اليوم بدل ما أجي أحمل كاش وروح على مكان معين اللي هو نقطة سداد وسدد الكاش وأخذ إيصال، فأنا اليوم عندي سايكل طويلة من عملية الدفع، بينما لما بكون عم بحكي عن دفع إلكتروني صرت عم بعملها بحركة واحدة، وممكن تكون عم بعد يعني مضطر تكون كمان موجود فيزيكلي فيزيائيا بالمكان. وبالتالي اليوم الدفع الإلكتروني سهل عملية الدفع، هي رقم واحد كمزايا. هلأ رقم اثنين عملية الأمان، لأنه اليوم لما بكون أنا حامل كاش ولا سيما مؤخرا صرت إذا بدي أنزل مثلا على مكان أعمل تسوق أو بدي أعمل يمكن روح مطعم كبير مثلا عندي عزيمة كبيرة أو شيء، صار بلاقي أنه أنا حامل معي كاش كتير صحيح. ماشي فيه، وحتى إذا عندي عملية سداد لبضائع أو شيء، فهون اليوم أخف الحامل الأمان بيصير أهم بالدفع الإلكتروني، لأنه ما في كاش يعرض الشخص للخطر بهذا الموضوع، فعامل أمان أعلى. النقطة الأهم عملية تدويرة الكاش صارت عملياً أسرع وأسهل، وبالتالي اليوم ممكن تأثر بشكل إيجابي على عملية الاقتصاد، تنمية الاقتصاد وخاصة التجارة الإلكترونية. لأنه اليوم في مصاريف على التوتال، على يعني إذا بنطلع على القصة من فوق بنظرة شمولية، في مصاريف عم تنصرف من التجار ومن الزبائن عم تكون هدر لحتى نقدر نتمم عمليات الدفع واستلام السلعة أو الخدمة. اللي مثلا أنا إذا بدي طلع لو فرضنا خدمة من شغلة العلاقة بالقطاع العام، فأنا عم بلاقي حالي عم بهدر محروقات، عم بهدر وقت، عم بهدر مواصلات، عم بهدر كتير أشياء لحتى روح استلم الخدمة وادفع حق. بينما يمكن هذا الهدر أنا بنزله لشبه الصفر أو شيء، هو هدر لطاقتك ومجهودك والمادي، يعني هي على عدة عوامل تنعكس نوعا ما إيجابيا بشكل خاص. وبالتالي عملية الدفع حتسهل عملية انطلاق الخدمات الإلكترونية بشكل كامل، اللي شفناها مؤخرا من بعد ما صار افتتاح لمراكز خدمة مواطن مركز مواطن الإلكتروني وإلى آخره. هلأ اليوم على مستوى رسوم الدولة وخدمات الدولة، في الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية تأسست بـ 2012، هي معنية بأمور هي عبارة عن بوابة دفع إلكتروني للمفوترين الحكوميين. يعني أي حدا جهة حكومية عندها خدمة بتتفوتر وتندفع كرسم، قدرانين نحن نوصلها مع بوابة دفع إلكترونية الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية. هي السورية للمدفوعات الإلكترونية حتأمن الوصل مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الموبايل لحتى يكون أي وسيلة متاحة بين إيدينا كأداة دفع حنقدر من خلالها ندفع رسم الخدمة الحكومية. نعم دكتور عمار، خلينا نحكي يمكن عن تطبيقة، شفنا أنه تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني بكذا مركز صح. ولكن يمكن في يعني بعدنا بأول الطريق، خلينا نحكي شو هي المؤهلات الصحيحة لحتى يكون الدفع الإلكتروني هو بشكل صحيح وأسهل تطبيقه داخل سوريا. حقيقة هو إذا بدنا نحكي عن تطبيقه فبلش يتطبق، يعني إحنا مشان نكون واضحين بعدنا بس بالمراحل الأولى. نحن نحن اليوم يعني خلينا نقول كدولة سورية باشرت بتطبيق عملية الدفع الإلكتروني من خلال إطلاق الضوابط والنوازم والقوانين. هلأ على مستوى الفعلي والواقعي اليوم هي ثقافة، يعني اليوم دفع الإلكتروني هو مثل أي خدمة حضارية أو معاصرة عم تصير. فهي مثلا خلينا نبلش إذا نقارنها مع خدمات تانية، تطبيقات مثل الواتساب بلشت القصة أنه يمكن العالم اللي معها كان مو كل العالم مع سمارت فون تليفون ذكي، ومو كل العالم كانت تتعامل فيه، وبلش الترند. اليوم منلاقي منوصل لمحل منلاقي حدا قاعد بآخر مكان بالريف عم يشتغل بأي مهنة حرفية ولكن بيستعمل الواتساب. فهي القصة ترند، هي القصة ثقافة بتنتشر شوي شوي ولكن بدنا نشتغل عليها موجوده. يعني يعني نحن عم نحكي عن يمكن ببدايه حديثنا اهميه الدفع الالكتروني وقديش فعليا بيوفر علينا مجهود وتعب وتوفير مادي اساسا، بس بتلاقي نوعا ما لسه في تجربه صحيح. خجوله والناس خايفه على مصرياتها، يعني بيجي بيقول لك انه المصاري معي افضل ما يكون معي عن طريق البطاقه صحيح. هيدا المفهوم نوعا ما كيف انا فيني اثر عليه شوي شوي من خلال فعلا مثلا عم تقول الشركه تاسست على المدفوعات السوريه بال 2012، هي المعلومه ما كل الناس
الناس بتعرفها. نحن عم نحكي عن أكثر من 10 سنوات اليوم. فعليا لما فعل هي الشركة في جميع القطاعات ومن خلال كمان جميع المجتمعات، عم نحكي نحن مش مجتمع واحد، جميع الطبقات، قديش إلى آثار اليوم إيجابية نوعا ما. طيب اليوم إذا بدنا نناقش الموضوع، صرنا عم نحكي من فكرة إدارية، كيف بدنا ننشر الثقافة. بطلت القصة عم نحكي عن منظومات دفع إلكتروني وآلية الدفع الإلكتروني الفني، هذا مهم جدا. فاليوم حقيقة لازم يكون في برنامج، أكيد مكان ما، أنا ما بقدر أعرف وينه، بمكان ما تتبناه جهة ما بالدولة، مثلا وزارة الاتصالات، وزارة مصرف سوريا المركزي، ما بعرف، يكون عامل نوع من أنواع البرنامج بآلية وخطة نشر الدفع الإلكتروني والوعي على الدفع الإلكتروني. فاليوم في عنا ثقافة أهم، هي ثقافة الوعي، إنه كيف نحن نوعي الشخص. صحيح. شو بيستفيد من الدفع الإلكتروني وشو المزايا. إحنا اليوم ما بنقول له والله بدك تدفع مثلا، اليوم في كتير تداول هيك بأحاديث إنه والله أنا بخلي الرسم ما يندفع غير دفع إلكتروني، فالمواطن بيروح ما هيك بتصير القصة. اليوم بدنا نوعي إنه قديش هو مهم القصة لإله كمواطن انه يدفع ويستعمل عملية دفع الالكتروني، شو بيوفر على حاله جهد ووقت ومصاري. حتى الدولة لما تكون شريك هي فينا نقول جانب امان نوعا ما للشركات الخاصة والتطبيقات الخاصة نوعا ما بتكون رقيب، فهي دور فاعل بشكل ايجابي. السورية للمدفوعات، عفوا الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية شركة حكومية. صحيح. وبالتالي اليوم هي اكيد هي الضامن لهدول العالم كبوابة الدفع. ودائما المصارف عم نحكي او شركات الموبايل هي شركات دائما مضمونة، لانه اخر شيء في تواصل بينها، او هي خلينا نقول في تكامل مع جهات دولة، ان كان الهيئة الناظمة اتصالات بالنسبة للموبايل او مصرف سوريا المركزي بالنسبة للمصارف، فكله في ضبط. يعني ما بتصير القصة انه والله الشركة صغيرة عشوائية عملت تطبيق وعم تعمل عمليات دفع. من هون بتجي انطلقت فكرة انه يكون في ضوابط. صحيح. انه مو اي حدا يجي يعمل فكرة، لانه بتعدي بتشوفي انه في كتير عالم عنده افكار. بس اليوم ما المشكلة بالفكرة، احنا منآمن انه الفكرة كون مهمة تكون ساوينا حدا مبدع من الشباب عنده شركة، ولكن اليوم مين اللي بده يكون عامل الضوابط لحتى تضمن عملية الدفع، كون هاي بالآخر مصاري أشخاص، يعني هي عمليا أمانات. صح. للأشخاص تجاه المصارف وتجاه شركات الموبايل. طيب نحن حكينا عن العيوب وحكينا يمكن عن الميزات، لكن خلينا نحكي اليوم نحن كمجتمع قديش اليوم لازم هالمواطن انه هو يوصل لمرحلة الدفع الإلكتروني، وكيف يمكن لازم يأمن بهذا الدفع هو قاعد ببيته، خاصة يعني كيف آلية ربطها ضمن المؤسسة وضمن البنوك إن كانت خاصة وإن كانت عامة وبالموبايل الذكي أو إن كان باللابتوب. أوكي. هلأ نبلش بقصة الأولى اللي هي إنه كيف المواطن بده يفكر بالفكرة. نحن إذا منشوف نرجع لورا منشوف اليوزر ترند تبع القصة، لما بلش الموبايل كان كله بوست بيت، كان كله فواتورة، يعني حد بيحكي آخر الشهر بيدفع فاتورة عن اللي حكى، فكان المواطن يأمن انه أنا عم بحكي وبعدين بدفع الفاتورة. بعدها بلشت تنتشر ثقافة البريبايد. صحيح. اللي هي أنا بدفع مسبق وبحكي. طيب تقولي اليوم كيف المواطن عم يجي يحط مثلا مبلغ، وليكم مثلا مبلغ مالي إن شاء الله ليرة إن شاء الله 100,000، عم يحطه بريبايد ويأمن أن هدول المصاري موجودين لصالحه بشركات الموبايل ليقدر يعمل عملية الاتصال والإنترنت. فبالتالي اليوم هي مع الوقت حيصير في وعي انه انا لما بحط هالمصاري هدول كمواطن عم بحطهم بحساب الكتروني او بمصرف، فهن مضمونين. مثل في ثقافه المصرف بحد ذاته، في كثير عالم بتبلش اول شيء انه لا ما بحط مصرياتي بالبنك، بعدين بعد شوي بلاقي الثقافه انتشرت بلشت انه لا انا بحط بالبنك امن لي، لانه انا بقدر اتعامل من خلاله بمعاملات، بقدر استعمل الصراف الالي وقت بدي، بقدر اعمل عمليات حوالات معينه والى اخره. فاليوم هي مع الوقت بس ما بلش يتمارس المواطن أو المستهلك عملية دفع إلكتروني وشاف قديش هي عملت له قيمة مضافة، قيمة مضافة لإله بطريقة عملية إنهاء المعاملات الحكومية، وبعدين بلش يفوت على قطاع التجارة الإلكترونية، وانتو صبايا ما شاء الله عندكم يا شاطرين بالتسويق الالكتروني على الفيسبوك والى اخره، فبتلاقي هلا انتو بتشتروا على الفيسبوك او الانستغرام او شيء، فبتروحوا بتشتروا القصه وبتروحوا بتنزلوا بيحط لكم اياها ما بعرف بالقدموس او مع تاكسي، وبتجي وبتعمل عمليه دفع كاش. فيها عمليه في سايكل لبكي هون بالقصه، فيها مشكله لما بتجرب مثلا واحدة من الصبايا حتروح تشتري غراض
وحتدفع حقه دغري، وهذا الشخص حيحطه بي مثلا لو فرضنا بعملية بريد آمن يوصل لشركات نقل أو بريد إن كان حكومية أو غير حكومية، ويوصل بطريقة آمنة. بعد فترة حتكون مثلا حضرتك قاعدة يمكن هون عم عندك شغل بالتلفزيون، والصبح قبل ما تفوتي حتكون طلبتي غرض، بعد شوي أنت طالع حيكون وصل الغرض، حتلاقي السايكل كتير سهلة، فحتروحي تتشجعي تسهيل نمط الحياة نوعا ما، يعني تسهيل نمط الحياة ضمن الظروف والضغوطات. حديثنا خلص، وقتنا خلص معك دكتور، يمكن معلومات مهمة ومفيدة، وإن شاء الله بنشوف إلى انعكاسات إيجابية على الواقع وعلى المجتمع. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك دكتور عمار دلول. أهلا وسهلا.